مقطع اليوم بداية المقطع أول جيم جيمين أتوقع جيمين كانوا بطولة سبوكة، يعني البطولة وايد صعبة، يعني أكيد ما راح أقدر أفوز بس شارك البطولة عد مستوى أشوف وأحاول، أدري ما راح أفوز بس لا تنسوا لايك شير سبسكرايب سولف في الانستغرام، أدري ما راح أفوز مش هذا مش قاعد ألعب بطولة سبوكة أقوى لاعب عربي فورتنايت، قصدي ألعب الآن والله بطولة بوجا صار، إن شاء الله إن بوجا هو مشارك فيها، إذا شارك فيها راح يجيب لنا كلمة. الحين محطة تمر. حلو، تاك. ونطلع برا البيت. ألا ألا هنا، يلا يلا مين ما عندنا سولت نايس. حياك 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 راح تنجلد حياك. يلا يلا او ماي جاد تاتا او ماي جاد. ناش 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 اني واتس بلن بلن هاي جراند رايد تيمس كيتس بس ناس بس هاي سريع سخن له الشادقان يا حبيبي. وينك 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 يا حبيبي يا الخواف انه بيساوح. سلام راح يطلع علي صح؟ يلا طلع. لا تكفى 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 تكفى. تكفى. تكفى تكفى. ما دي مات ما دي او يا الله يا اخي تعال بسرعة. نايس ضبطت الموارد سخن له احلى لوت معرقين بكاكس جنطة سكين معرق شوفني يا حبيبي. ما اخطا 30 نقطة بجيمين جيمين صح مفروض جيمين يب شكله جيمين اي يعني زين يعني انا هو هاي كل شي نقطة واحدة مفروض هاي كل شي يا حبيبي تلقم يس
السواحل هاي عندي غصبا عليك ما تاخذه، لازم استغله وادمجه. او ماي جاد شو صار فيه؟ وهذا لا يا حبيبي لا سنسج ما اسمي حسين ستكنا قوي قوي يعطي هد. ولا طلقة ضاعت الا وحدة ليزر نايس. السلام عليكم، معكم مقدم جيمنج جروب، لا تنسون لايك وشير سبسكرايب تكون كوميونتي. اليوم راح اجيكم جديد فيديو، راح يكون متفاعل وايد بس شوي صوتي يمكن شوي يكون في واطي وكذي، بس انا بصدق متفاعل وايد يا اخوان لان اليوم العيد. بس شوف انا يا رب اني ما انسى، عد وايد مقاطع فورتنايت مذهب لكم اياها، بس ان شاء الله المقطع اللي راح ينزل يوم جمعة ان شاء الله يكون هذا المقطع، عشان بالضبط انزلكم اياه يوم العيد، اوكي؟ لان انا مصورة اليوم يوم العيد، ان شاء الله انزل اليوم، اخلص شي بعد ساعتين اروح منتجه، وشي ساعة ساعة ونص بعدين انزل باليوتيوب، اوكي يا اخوان؟ ان شاء الله ان شاء الله، بس اذا ما نسيت ترى مو قاعد اكذب عليكم، انا مصور مقطع يوم الجمعة، اوكي يا اخوان؟ مصورة بيوم العيد. فالحين راح ادش عليهم وراح اقول لهم راح اوزع عليهم عيديات واشياء، بس شو راح اقول لهم؟ راح اقول له مثلا انت الحين بقول لك شيء، بعرض عليك تحدي، اذا سويته لك مني شيء، ما سويته ما لك مني شيء. بس شنو يا اخوان انا شنو راح اعطي؟ ما راح اعطي شيء هذا، راح اعطي شيء بفيفا يعني. الحين العب اقول له عندك فيفا؟ قال لي ايش راح اسوي؟ راح اقول له اوكي لك مني شيء، بعدين راح اعطيه الشيء. اوكي يا اخوان اذا بس بتحدي كل جيم راح اغير التحدي، اوكي يا اخوان راح يكون دوفل، اوكي دوا شوي كم جيم راح يكون تقريبا، ممكن نخليها ما ادري بس من شاء يعني 5 4 كذي ان شاء الله. عادي يتكلم لو ما يتكلم راح نضطر نطلع برا الجيم وندش جيم. الموضوع ترى فيه اشتراكات. اي السلام عليكم. تبي هلا هلا ما اني ما اتوقع بس من بلاد حاول 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 وش اسم جناتك؟ ها؟ وش اسم جناتك؟ شوف اكتب جيمنج بعدين مسافة جروب مرة خاطر ايش لونك؟ جي حظنا وفر. جي السلام عليكم. وعليكم السلام. عيدك مبارك. ايامك سعيد. كل عام بخير. العام جيد وفايزين. شوف بعرض عليك تحدي، قاعد اسوي مقطع يوتيوب ها. بعرض عليك تحدي، شوف تحدي انه شوف لازم تذبح 5 وواحد منهم بكاكس بالفأس، اوكي؟ تلعب بي سي؟ لا لا
هذا اللي مرجع من الباص. خلاص لا دولارات استم تبي ولا لا هيا بدولارات تبي دولارات ها تبي دولارات؟ اي كم عمرك؟ خمسة ايه هذا تعطيني؟ اعطيك؟ ايه يعني تبي اعطيك؟ ايه ليش؟ أبا دولارات إيه ليش تبي؟ ما أدري أبغى لي دولارات دولارين دي سبعة دولارات أعطيك شو اسمه سنة الطبحة سنة الطبحة إيش يعني؟ يعني سنة الطبحة إيش يعني؟ يعني سنة الطبحة كذاب يا حرامي بيص عليال ها؟ إي بعد بكرة يعني بس صار المسمي ثواني دقيقة بقولك شيء ها هلا في تحدي بعطي دولارات ستار تبي ولا لا؟ يا ما تتكلم عادي راسل للموت ياييك ثابت هاي الصوح ها طلعت نوب جزك نوب ليش